متابعه هذا التقرير، وهيكون في تصريحات للكابتن حسام البدري والوليد ازارو نجم ومهاجم الفريق الاول في النادي الاهلي عن الحضور الجماهيري والمشاركات العربيه للنادي الاهلي وحجم الاستقبال والحفاوه. هرجع لحاجه قالها الاستاذ عصام شلتوت في بدايه هذا الحوار، اشار لهذا البروتوكول وهذا الاتفاق وما تم توقيعه من تفاصيل خاصه ببروتوكول تعاون بين مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، مدى جديه مجلس الاداره الحالي، وده بيعكس اهتمام الكابتن محمود الخطيب والقائمه ومجلس الاداره الحالي بانجاز المشروعات والالتزام والوفاء بالوعود الانتخابيه على اكمل وجه ووفقا للبرامج الزمنيه اللي اعلن عنها خلال فتره الانتخابات والسباق الانتخابي لمجلس اداره النادي الاهلي، وده سبب من اسباب اختيار اسرع المؤسسات في الانجاز الخاص بالمشروعات ومشروعات طبعا المقاولات والانشاءات الى اخره، الجهه اللي معروف انها الاكثر التزاما وعندها اكبر امكانات موجوده للالتزام بالبرامج الزمنيه والماليه وكل التفاصيل الخاصه بالاتفاقات. راي حضرتك ايه في اهميه التزام المجلس بهذه الوعود على كافه المستويات؟ اعتقد انه منذ ان اطلق صيحه الموعد والتنفيذ في نفس ذاك الوقت مع هذا الحلم المشروع لعائلة الأهلي، هذا هو العنوان الأهم في البرنامج طبعا، أعتقد أنها كده فسرت الحلم الأهلاوي، بمعنى أتيت بمنفذ شديد الدقة جدير بالتعاون معاه، ثانيا هو من تستطيع معه أن يكون هامش الربح يدوب يدور الحكاية، مش بمعنى أن المقاييس العالمية تساوي مقاييس عالمية أيضا في الفلوس، لا، المقاييس العالمية مع الهيئة الهندسية تساوي يعني هامش ربح بين الأشقاء، يعني وكأن الموضوع في أضيق الحدود، في الحدود المقبولة يعني أو الوسطية، اعتبر أن أنا وأنت أصحاب، لا ده احنا أخوات كمان من عيلة واحدة، وأنت مقاول وأنا ربنا أفاء عليها بحتة أرض فبقول لك ابن هالي، فهتقول لي يا دوب اديني بس بنزيم عربيتي رايح جاي، يعني ببسطها لجماهيرنا العظيمة وإيه والباقي كله أنا هستنفذه لك في الشغل، لكن ستكون العمارة آمنة، ستكون على أحدث موديل، ستكون مقنعة جدا، وأيضا تلقي الضوء على ما لدينا من نبهاء كثر طبعا، وده أكيد مش جديد على مؤسستنا العسكرية في مناحي أخرى طبعا، غير أنه ده جيش الدفاع العربي المصري العظيم. نعم، سنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونشوف آراء مجموعة من نجوم النادي الأهلي، الكابتن حسام البدري المدير الفني ونجم الفريق وليد أزارو، عن هذه المشاركات العربية وأهميتها وردود الأفعال والاستقبال في أي دولة عربية بيذهب ويطير إليها أو تطير إليها بعثت النادي الأهلي مسؤولين ولاعبين، ونشوف ردود الأفعال على لسان عدد من نجوم النادي الأهلي.